بالنسبة لذكرى المؤتمر الشعبي العام، ما أحوجنا اليوم إلى المؤتمر الشعبي العام، ذاك المؤتمر الذي نشأ أو أسس في عام 82 24 أغسطس. أسس هذا المؤتمر على أساس الحوار الوطني، الحوار الذي شاركت فيه جميع الأحزاب السياسية من عباسيين وناصريين واشتراكيين وإسلاميين ومناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر. فخرج منبثقا منه الميثاق الوطني الذي صاغته جميع القوى اليمنية السياسية بمختلف أقطابها وبمختلف تشكيلاتها القومية واليسارية واليمينية والدينية. فنتج عنه أو الميثاق الوطني الذي كان من مبادئه بأن الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع التبعية أو الرجعية أيا كان شكلها أو نوعها. اليوم وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها من شتات الأحزاب وشتات الوطن، ما أحوجنا إلى رؤية كتلك الرؤية التي وحدت اليمنيين في ظرف كان سيء تتنازع فيه الأحزاب، في ظرف لم تستقر فيه اليمن.